الطبيعة هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، فهي الكائنات الحية والماء والهواء والتربة، وقد سخرها الله سبحانه وتعالى لخدمة البشرية، والمحافظة عليها أمانة في أعناقنا، وهي مسؤولية المجتمع بأكمله. حياكم الله مشاهدينا الكرام من منطقة وادي الحلو في عطاء جديد. العمل التطوعي واجب إنساني ومسؤولية مجتمعية وطنية، تلك هي المنهجية التي ينتهجها فريق ياس التطوعي، والذي تأسس عام 2019. شارك الفريق في العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنتعرف أكثر عن الفريق في مبادرتنا لهذا اليوم، نعمل معا من أجل بيئة آمنة. السلام عليكم. السلام، مرحبا. بفيصل، شحالك؟ هلا والله. شخبارك؟ هلا طيب؟ هلا والله. هلا. عساك بخير. هلا مرحبا. يا مرحبا وسهلا. حياك الله محمد. اليوم بفيصل أنا سعيد بوجودي وياكم، يعني فريق ياس تطوعي وما تقدمونه من جهد وكذلك يعني أعمال تطوعية كبيرة. اليوم حملتكم بيئية. بداية أبو فيصل، تعرف عليك وعلى الحملة إن شاء الله اليوم. أنا اسمي أحمد المعينة، جاي من إمارة أبوظبي. إحنا نمثل فريق ياس التطوعي، وعددنا تقريبا اليوم 50 واحد متوزعين في المنطقة هاي. إحنا نحافظ على البيئة والثروة الحيوانية. تعرف إن الحيوانات اليوم يأكلون أي شيء في الأرض. صح. وكنا الجماعة يخيمون، تعرف الشتاء الناس تطلع التخيم على البر. فاحنا شتانا احلى شتاء في العالم. صحيح. فلازم يكون مكاننا انظف مكان في العالم بعد. صح. شلون؟ فاحنا عند فريقنا هذا، احنا المبادره هاي مبتدينا من شهر. كل اسبوع في اماره نروح ننظف المناطق هاي. من شهر؟ من شهر هي. طيب الهدف من هذه الحمله ابو فيصل، ليش قمتوا بهذه الحمله خاصه في الاماكن مثل ما نقول يعني البريه؟ الاماكن البريه تكثر فيها الحيوانات. مثل البوش والغنم وهذه. صحيح. شوف شلون؟ والجماعة يخيمون في الأماكن هاي. الشتاء الجو زين والناس تحب تخيم برا. فإحنا جايين ننظف ونرشد الناس اللي يخيمون على عدم على المحافظة على المكان اللي يخيمون فيه. طيب أبو فيصل، كيف يعني تشوفون اليوم الثقافة البيئية والثقافة اللي قدمتوها من ناحية الوعي اليوم للناس، كيف شفتوا ثقافة البيئة موجودة؟ والله الناس قامت تتثقف، كل ما وعيتهم تتثقف. والناس قاموا صارت عندهم ثقافة الحفاظ على المكان اللي هم فيه. شوف شلون؟ وبعدين يحافظون على تعرف الحيوانات هاي تاكل البلاستيك. صحيح. فاحنا نركز على المخلفات البلاستيكية انه ما يرمونها. طيب وفيصل، كيف تشوفون تأثير هذه المخلفات على البيئة وعلى الحيوانات كذلك الموجودة في البيئة؟ تعرف ان اول شيء الناس الحين قامت صار عندها وعي. وعي انهم ينظفون الاماكن هاي. بعدين المخلفات تاثر على الحيوانات، خاصه الحيوانات تلقط اي شيء مرمي. صح. خاصه الاكياس البلاستيكيه تاثر على الحيوانات، على مثلا تسبب لهم الوفاه وما شابه ذلك. طيب الفريق حاليا وين ابو فيصل؟ ما شاء الله ذكرت انه منتشر. الفريق طال عمرك احنا عندنا تقريبا 50 واحد منتشرين في المنطقه هاي. لو تروح انت ورا المزرعه تشوفهم كلهم موجودين وقامين باعمالهم. طيب توكل عندهم الحين كم يوم؟ حياك الله. يلا تفضل. Thank you.
فيصل وصلنا حين الموقع الثاني، وهذا الموقع يعني ما شاء الله بعد نشوف فيه هذا الخضار الطيب وهذا المكان الجميل، فيعني امتدينا على المكان والشباب بعد ما زالوا ما شاء الله عليهم مستمرين. هذا مثل ما قلت الموقع الثاني، مسؤول عنه قائد الفريق الأخ سالم الهاشمي، هو بيشرح لك أكثر عن الفريق ومجموعته. سالم يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله عليكم، جهود تشكرون عليها، جهود جبارة ومميزة. خبرنا عن المبادرة هذه اليوم سالم. المبادرة الحمد لله رب العالمين بديناها، ومش فترة واحدة، مدة 3 أيام وعدة مواقع الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا فيها، والمكان بصراحة جدا رائع، ومنظر الطبيعة هذه بصراحة يعني الواحد ما يقدر يفارق من هذه الطبيعة بصراحة فعلا. طيب سالم، يعني هذه الحملة مثل ما ذكرت أنها هي ممتدة واستمرت على مدى أيام، كيف كانت خط سير الحملة؟ كيف خططوا لهذه الحملة؟ كيف خططوا أن يتم توزيع الفرق في المناطق؟ نعم، في البداية أول شيء عملنا خطة عمل في المنطقة. أول شيء درسنا موضع المنطقة، كيف المنطقة منطقة طبيعية وما فيها يعني كلها منطقة أثرية وطبيعة ومكان خلاب، وفيها ناس أظن ساكنين، شفنا بعض الناس ساكنين مع المواشي حقهم. خططنا أن نحافظ على المكان ونوعي الناس أن الأماكن هذه يعني تكون نظيفة مع أن فيها نظافة، وطبعا تشكر على الجهة المسؤولة على هذا المكان هذا اللي سووه وعملوا فيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد يعني لله. المتطوعين صراحة بادروا بنقاط، حطيت نقاط A و B و C، يعني كل مجموعة لها قائد يخطط، وعندنا بين التواصل والاتصال يعني هل خططت يعني نظفت المنطقة، هل في أشياء في ملاحظات، في أشياء على اساس انه نخبر الجهات المختصه في امور ملاحظات يعني. ابو فيصل، اليوم الرساله من العمل التطوعي كيف تشوف منها؟ شو هي الرساله اللي يجب علينا ان نقدمها في العمل التطوعي؟ الرساله احنا اول شيء نوجه رساله حق اخواننا اللي ما تطوعوا انهم ينضمون للفرق التطوعيه مهما كانت. اساس انهم اول شيء يكسبون خبره ويتعرفون على الناس ويتعرفون على البيئه. شاركون في خدمة الوطن يعني. جميل. طيب نكمل الحملة؟ نكمل الحملة. نكملها. قبل ما نبدأ أخوي، أول شيء بعطيك لبس الفريق. أتشرف. وهذا لنا الشرف طبعًا، وتنضم إلينا في الفريق. أتشرف. كن واحد من أعضاء من أعضاء الفريق. لي الشرف. هذا الله يكرمك. الكيس. اللي حسب الخطة اللي حنسوي مع. يلا توكلنا على الله. توكلنا على الله. سالم، طبعا احنا وصلنا الى تقريبا نهايه الحمله، بس بدردش معاك شوي عن عملك التطوعي، مشاركاتك التطوعيه. سالم، ذكرت انه ما شاء الله عليك يعني كنت مستمر فتره طويله في العمل التطوعي، شو يعني لك العمل التطوعي؟ والله اول في البدايه العمل التطوعي يلعب دور كبير، اول شيء في قوه الصبر، تعلم اشياء كثيره مختلفه، تتعلم المشكلات تعرف كيف تحلها، تتعلم او تاخذ علاقات كبيره مع المجتمع، تستفيد يعني الخبرات من جميع المجالات. صحيح. يعني وبعدين الشيء الثاني التطوع قبل كل شيء في خدمه المجتمع. نحن نوصل رساله للمجتمع بحمايه البيئه من التلوث بشكل عام، سواء كان بحري سواء كان بري، عرفت؟ فنحن نوصل رساله من اماره ابو ظبي لين الفجيره،
وجزاهم الله خير الجهات المختصة في كل إمارة وقفت معانا ورحبت فينا وهذا الجهد في المجال العمل التطوعي. يعطيكم العافية سالم، يعني قواكم الله أنتم الفريق التطوعي اللي معاكم والشباب كلهم، ويعني أمانة بفيصل من على الرغم من كبر سنة إلا ما شاء الله أصر أن يشارك في العمل التطوعي ويقدم رسالة تطوعية، فقواكم الله والله يوفقكم إن شاء الله في رسالتكم. الله يسلمك. وهذا أبو فيصل طبعا من يعتبر مستشار في الفريق، ما شاء الله ما شاء الله عليه، له خبرة كبيرة في المجال يعني قبلي، ما شاء الله عليه ما شاء الله، وشغفه في العمل التطوعي وهذا المجال من زمان. طبعا أخوي محمد نشكركم ونشكر قناة الشرقية على تسليطكم الضوء على مجال العمل التطوعي. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، رسالة العمل التطوعي من منطقة وادي الحلو في مدينة كلباء والحفاظ على البيئة، فريق ياس التطوعي يقدم هذه الرسالة، وبالتأكيد اليوم نلتمس أثر هذه الرسالة بوجود هذه الطبيعة الجميلة بالمنطقة الشرقية وفي دولة الإمارات بأيادي أبناء الإمارات. نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.